أمور مهلكة من جهة القلب، من جهة هذه النفس النزوعية، من جهة القوة الشهوية، القوة الغضبية، من جهة الحقد والحسد والكبر والعجب والرياء وإلى ما يتبع ذلك. هذه مهلكات اللسان، مهلك بسبب الغيبة، بسبب الكذب. الفرج مهلك إذا كان الإنسان في الزنا، أيضا البطن مهلك، إما زيادة أن يملأه الإنسان ولو من حلال، لأنه الآن يتلف هذه الأعضاء، أكل كثير كثير، دائما أكل كثير كثير كثير، أو بملئه بالحرام والعياذ بالله. فالبطن من المهلكات، أو أن الإنسان يمتنع عن الطعام فيموت. بعض الناس الآن يقول لا أريد أن آكل، يضرب عن الطعام لأمر معين يهلك. فالبطن من المهلكات، إما بحرام يدخله على نفسه اكتسبه من حرام، أو بمحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإلى ما يتبع ذلك، أو بكثرة الطعام الذي يجهد هذه الأعضاء في الهضم، يجهد الكلى، يجهد الكبد، يجهد القلب، يجهد الدماغ، لأن هذه كلها تتلقى عملية هذه الاستقلاب لها علاقة مع الدماغ، معلومات أفرز كذا وأفرز كذا وأذهب كذا إلى كذا وأتي بكذا وأنزل كذا، علاقة بين المعدة والغدة الدرقية والغدة النخامية، الأعصاب. فمن المهلكات هذا البطن بما يدخل فيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظر إلى البطن وما حوى، والعقل وما وعى. هناك أمور إذا دخلت العقل بدع كفر إنساني تهلكه في الدنيا وفي الآخرة، تجلب له المصائب. وهناك أمور تدخل هذا البطن تهلكه من محرمات ومضار وكثرة وإلى ما